إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من علم فتعلم ثم علم، وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لا يشرفني ويسعدني ويثلج صدري أن أجلس بين أيديكم لأتحدث عن قضية مهمة جدا، ألا وهي قضية آداب طلب العلم. وذلك أن أخي الدكتور خالد شجاع حفظه الله تبارك وتعالى قد سبقني وتكلم عن فضل العلم ومكانة أهله، وكان الدور لي لأتكلم عن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طلبة العلم، خاصة ونحن جميعا مقبلون على هذه المدرسة التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعلها طيبة مباركة، وأن يبارك فيها وفي أهلها والقائمين عليها. هذه المدرسة التي تعنى بنشر العلم الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. فأقول ابتداء إن الله تبارك وتعالى زكى أهل العلم في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقد ذكر أهل العلم أن خير ما صرفت فيه الأوقات وبذلت فيه الأموال هو طلب العلم، وذلك لما لأهله من المكانة العظيمة عند ربهم، ويكفيهم فخرا قول الله تبارك وتعالى مادحا لهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء أو من السائرين في ركابهم المحبين لهم. ولن أطيل فأبدأ فيما قصد الكلام عنه، ألا وهو آداب طلب العلم. إن أول أدب ينبغي لطالب العلم بل لكل مسلم أن يتحراه، ألا وهو إخلاص النية لله، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذا قال الإمام أحمد والإمام إسحاق وابن رجب وأبو داود وغيرهم من أهل العلم، قالوا: مدار هذا الدين العظيم على ثلاثة أحاديث: حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات أو بالنية، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: العلم لا يعدله شيء إذا صحت فيه النية. فقيل له: وما صحيح النية؟
قال: أن ينوي بهذا العلم رفع الجهل عن نفسه ثم رفع الجهل عن غيره. إذن هكذا تكون نياتنا، أن نرفع الجهل عن أنفسنا حتى نعبد الله على بينة من أمرنا، ثم أن ننشر هذا العلم بين الناس. ولذا عمر بن ذر يقولون إنه كان إذا وعظ الناس أبكاهم، ويعظ غيره ولا يبكي الناس كما يبكون إذا وعظ عمر بن ذر. فقال له ابنه يوما: يا أبتي، إذا وعظت الناس أبكيتهم ولا أراهم يبكون إذا وعظ غيرك. قال: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستعارة. يريد أن يقول: أنا إذا وعظت الناس خرج الكلام من صميم قلبي، أريد لهم الخير، أريد النصح، فيقع الكلام في القلب. وإذا قيل ما خرج من القلب دخل إلى القلب. فلا بد أن نخلص في أعمالنا وأن نريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى، لأن العكس خطير. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول من تسعر فيهم نار جهنم ثلاثة: الشجاع والجواد والعالم. قال: فيؤتى بالشجاع الجريء فيذكره الله بنعمه عليه، فيقال له: ماذا فعلت؟ فيقول: يا ربي، قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، وقد قيل خذوه إلى النار. ثم يقال للجواد الكريم بعد أن يذكر بنعم الله تبارك وتعالى عليه: ماذا صنعت بها؟ فيقول: يا رب، ما تركت بابا من أبواب الخير إلا وبذلت فيه المال. قال: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جواد، وقد قيل خذوه إلى النار. ثم يقال للعالم بعد أن يذكر بنعم الله عليه: ماذا فعلت بها؟ فيقول: يا رب، تعلمت العلم وعلمته فيك. فيقال له: كذبت، إنما صنعت ذلك ليقال عالم، وقد قيل خذوه إلى النار. فإذا كان الأمر كذلك، فإن الإنسان يحرص تماما على تصحيح هذه النية وعلى العناية بها. وقد كثر كلام أهل العلم في هذا الموضوع، ألا وهو تصحيح النية، وكانوا يعالجون نياتهم. ولا أعني بذلك أن الإنسان يشك في مقصده، ولكن أيضا لا يتساهل إن انحرفت نيته وحرص على الظهور والبروز وكلام الناس ومديحهم، بل يريد بهذا كله، أعني الطلبة، يريد به وجه الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن يحرص على تقوى الله، فإن الإنسان إذا اتقى الله تبارك وتعالى يسر الله له أموره كلها، ومنها طلب العلم، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. الله تبارك وتعالى إذا اتقاه العبد حق التقوى، فإن الله تبارك وتعالى يجعل لك نورا تمشي به في الناس، تكون على بينة وعلى بصيرة في أمرك كله. كذلك من الآداب، وأنا أقولها اختصارا، وأيضا اقتصرت على ما أظن في نفسي أنها أهم الآداب، وقد تكون بعض الآداب عند بعضكم مهمة ولم أذكرها، فليعذرني
من يسمع. فأقول من الآداب التي ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليها هي أن يعرف ابتداء الهدف الذي من أجله طلب العلم. لماذا تطلب العلم؟ لماذا قصدت هذا الباب؟ لابد أن يكون هدفك واضحا في أي عمل تريد، أن تعرف الهدف، ماذا تريد منه، إلى أين تريد أن تصل. لابد أن يكون هذا الأمر واضحا. أول أمر رفع الجهل عن النفس، أن أعبد الله على بينة، أن لا أكون كالجهال، بل أكون في مصاف العلماء من الذين قال الله فيهم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه الأولى، وهي أن يرفع الجهل عن نفسه. الثانية أن يعمل بهذا العلم، أن يعمل به. ولذلك قيل هتف العلم بالعمل يناديه، فإن أجابه وإلا ارتحل، لا يبقى هذا العلم، يرتحل، لا بد أن يعمل به. ومن العمل به مذاكرته. يقول مكحول الشامي رحمه الله تعالى: دخلت الشام وما من أحد أعلم مني بالفرائض، علم المواريث. يقول: فظللت فيها سنتين لم يسألني فيها أحد عن فريضة، فأنسيته، أنسيت هذا العلم. يقول: لم أسأل عنه، لم أذاكره. فلا بد أن يعمل الإنسان بعلمه، وهذه المسألة الثانية. الثالثة أن ينشره بين الناس، أن ينشر هذا العلم بين الناس. ولذا أهل العلم ينبهون دائما بقول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربعة مسائل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا، عملوا، أمروا، صبروا، قاموا بهذه الأمور الأربعة. إذن لابد أن يعرف الإنسان هدفه حين يطلب العلم. كذلك أن يكون من أهدافنا ونحن نطلب العلم حفظ الشريعة. الشريعة هذه تحفظ بالرجال، الله تبارك وتعالى يحفظ هذا الدين بالرجال، وهذه من فروض الكفايات. وعندما نقول فرض كفاية، فإنك إذا قمت به سددت عن الأمة كلها ما أوجب الله عليها، وهذا فيه أجر عظيم لا يتصوره الإنسان. ولذا قال أهل العلم إن فرض الكفاية يكون أجره أعظم من فرض العين، لأن الإنسان إذا قام به سد خلته وخلت المسلمين كلهم، أو من فرض عليهم هذا الأمر. فأنت تقوم بهذا الفرض الكفائي عن الأمة التي أهمل كثير منهم هذا الباب، فلم يحرصوا على طلب العلم ولا تحصيله ولا نشره ولا العمل به، فتقوم أنت بهذا العمل الطيب المبارك. كذلك أن يكون الهدف حماية الشريعة، وهذا غير حفظ الشريعة، حماية الشريعة. أنتم تعلمون جميعا أن هذه الشريعة وأن هذا الدين مستهدف،
وهو مستهدف من ثلاث طوائف، من الكفار ومن المنافقين ومن المنحرفين من أهل البدع والعصاة والفساق. فمن يحمي هذا الدين إن لم يحمه العلماء؟ فيحميه العلماء من شبهات الكفار والمنافقين وأهل البدع، لأن الكتب لا تنطق وإنما ينطق بها العلماء. وقد كان شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى يذكر ذلك وينبه عليه، أعني شيخنا محمدا العثيمين حفظ رحمه الله تبارك وتعالى، يقول إن هذا العلم لا بد أن يقوم به الناس، لا بد أن يقوم به أهله، فلا بد أن نكون حماة لهذه الشريعة. كذلك من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، وقبلها أعود على القضية السابقة وهي حماية الشريعة، خاصة في زمننا هذا حيث كثر اللغط وتكلمت الرويبضة وانتشر الفساد عن طريق الانترنت والصحف والمجلات والكتب والأشرطة والمطويات واللقاءات التي تتم بين الناس، وكشر أهل الباطل عن أنيابهم، فإذا لم ندفع نحن هذا الباطل بالعلم الصحيح المؤصل المرتبط بالكتاب والسنة، وإلا لا فائدة، لا فائدة أبدا. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر. القضية الخامسة المثابرة. تحصيل العلم يحتاج إلى مثابرة، أن نثابر في طلب العلم. يعني لا يحصل الإنسان العلم بيوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا أربعة، يثابر. ولذا قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. أبدا، منذ أن يعني يبدأ في حضور دروس العلم وطلبه إلى الموت وهو يطلب العلم، مثابر، يثابر الإنسان، خاصة إذا استطاع الإنسان طالب العلم استطاع أن يتجاوز المرحلة الأولى، مرحلة التثبيط. وذلك أنك في بداية الطلب ستجد صعوبة في الاستمرار، لأن النفس ما زالت تشتهي بعض ما علقت به قبل الخوض في طلب العلم. الملل، قد يمل الإنسان من قراءة الكتب ومطالعتها وحضور الدروس. الفهم سيكون في البداية صعبا، قد لا يستطيع الإنسان أن يفهم في البداية فهما جيدا، فيقرأ مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمسة والسادسة والسابعة، ثم بعد تتفتح المدارك. هذا غير ما يعني يعطي ربنا تبارك وتعالى من الفهم ويهب جل وعلا. وإذا كان كثير من السلف يدعو الله تبارك وتعالى يقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فالإنسان يثابر، قد تستغلق عليك بعض المسائل في البداية وتجد صعوبة في فهمها أو إدراكها، ولكن مع المدة يصير الأمر سهلا، يصير الأمر سهلا. شوف الآن الذي يقرأ المخطوطات، عندما تأتيه من أول يوم تقول اقرأ هذه المخطوطة، قد يجلس يوما كاملا في سطر أحيانا، ومع المدة بعد ذلك يستطيع أن يقرأ الصفحات وليس السطر، الصفحات، في أوقات قليلة جدا. ففي بداية الطلب سيجد الإنسان صعوبة في الفهم، صعوبة في الاستمرار، صعوبة في إقناع النفس أن تقبل هذا الشأن الجديد. ولكن إذا نظر الإنسان إلى المحصلة النهائية وماذا سيحصل بعد ذلك وكيف ستكون منزلته عند الله تبارك وتعالى، سينسى هذا كله.
ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: من لم يذق مر التعلم ساعة يذق ويقاسي مر الجهل طول حياته. أيهما أعظم؟ أتعب قليلا لأحصل العلم أو أعيش حياتي كلها أقاسي من الجهل؟ من لم يذق مر التعلم ساعة يذق ويقاسي مر الجهل طول حياته. يقول أهل العلم: لا يمنعنك جهلك عن طلب العلم. بعض الناس إذا رأى نفسه قد جهل بعض العلوم وبعض الأمور يصيبه اليأس ويقول: لا فائدة، وين سأصل أنا إلى منزلة ابن تيمية ولا إلى منزلة البخاري ولا إلى منزلة أحمد أو شعبة أو ابن عثيمين أو ابن باز أو الألباني أو غيرهم من أهل العلم، طيب، أو المعلم أو غيرهم، وين؟ مستحيل. نقول: الجميع يشتركون في آية واحدة من كتاب الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كلكم، كل الناس، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هؤلاء العلماء ما جاءهم العلم إلهاما ولا أوحي إليهم، فليسوا بأنبياء، وإنما اجتهدوا على أنفسهم وبذلوا الأوقات والجهد والمال في سبيل تحصيل العلم، فيسر الله لهم لما رأى حسن نيتهم وكريم مقصدهم فوفقهم ويسر لهم سبحانه وتعالى. فلا يمنعن الإنسان جهله من أن يثابر ويستمر في تحصيل العلم. القضية السابعة أو السادسة أقول: وقتك وقتك، احرص على وقتك. وإذا قال الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي، أي الفجر ينادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإذا مضيت فإني لا أعود إلى يوم القيامة. كل يوم يقول الحسن البصري ينادي هذا الفجر. وإذا قال بعض أهل العلم لولده: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. بعض الناس يضيع الأوقات الكثيرة في أشياء قد لا تنفع بل أحيانا قد تضر. فليحرص طالب العلم على وقته قدر ما يستطيع. كذلك يحرص طالب العلم على قضية المروءة. رجلا كان أو امرأة، والمروءة كما قال أهل العلم هي فعل ما يجمل والابتعاد عما يشين، أن يفعل الإنسان ما يجمله بين الناس وأن يبتعد عما يشينه بين الناس. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: والله لو علمت أن شرب الماء البارد يضر في مروءتي والله ما شربت الماء إلا حارا. إلى هذه الدرجة. ذاك ينبغي طالب العلم يحرص على أن لا تخرم مروءته، أن يكون دائما يعني يحافظ على هذه المروءة، لا يشينه شيء أمام الناس، بل يتجمل بالأفعال الكريمة بالخلق الحسن وما شابه ذلك من الأمور. يا طالب العلم، يا طالبة العلم، كن جريئا ولكن ببصيرة. ولذلك قيل: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المقام الثاني، فإنهما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان.
الرأي الصواب، الرأي الصحيح. ولكن الإنسان إذا حصل هذا الرأي عليه أن يكون جريئا، لا يستحي، فإن الحياء في العلم مذموم، الحياء في العلم مذموم. ولكن لا يعني هذا أن يقل أدبه هذا، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله تعالى. ولذلك ذكر أن بعض قادة المعارك أرسل إلى الخليفة، أظنه أبو جعفر المنصور، أرسل له عن بلدة يريدون أن يفتحوها، ثم عقب ببيت شعر فقال: إذا كنت ذا رأي فكن ذا بصيرة، فإن فساد الرأي أن تتعجلا. إذا كنت ذا رأي فكن ذا بصيرة، فإن فساد الرأي أن تتعجلا. فقال: اكتبوا تحت بيته هذا: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تترددا. وأمره أن يقدم على هذه البلاد فيفتحها. كذلك أقول لطالب العلم وطالبة العلم: لا تحرص على الفتوى ولا تحرص على التصدر، فإن الله تبارك وتعالى حذر من ذلك فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله تبارك وتعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ثم بين ما حرمه سبحانه وتعالى، قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى لما ألف كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين يقول: أيها العالم احذر أنت توقع عن رب العالمين، تقول هذا قول الله، هذا قول رسوله، هذا هو الدين، هذا هو الشرع. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريدة ابن الحصيب: إذا حاصرت أهل حصن فطلبوا منك أن تنزلهم على كتاب الله وسنة الرسول فلا تنزلهم، فإنك لا تدري تصيب كتاب الله وسنة أو لا تصيب، أن تنزل على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله ورسوله أو لا تصيب، ولكن أنزلهم على حكمك أنت. فطالب العلم عندما يتكلم بين الناس، عندما يفتي، هو يقول: هذا الشرع، هذا قول الله، هذا قول الرسول، هذا هو الدين. فإذا كان عن غير علم فطامة كبرى ومصيبة عظيمة. فعلى الإنسان يحذر من هذا. وإذا نقلت فتوى عن أحد من أهل العلم فلا تنسب الفتوى لك، انسبها إلى من نقلتها عنه. فإذا سئلت عن حكم مسألة ما، ولنفرض إنسان حوصر عن البيت فلم يستطع أن يطوف، فماذا عليه أن يفعل؟ إذا كنت درست هذه المسألة وعرفت أقوال العلماء وأدلتهم وبحثت فيها، ثم تبين لك رأي أحد أهل العلم فتبنيته، فقل هذا الرأي وتبناه، ما في أي مشكلة. لكن إذا لم يكن الأمر كذاك، وإنما تقرأ في الفتاوى، فقرأت فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية أو لشيخ الإسلام النووي ولا لابن حجر رحمه الله أو لغيرهم من أهل العلم، فقرأت هذه الفتوى فلا تنسبها لنفسك وتقول: الرأي كذا. قل: قال ابن حجر كذا، قال النووي كذا، قال ابن قدامة، قال ابن عبد البر. انسب العلم لعالمه، لأهله، إلا إذا كنت أنت قد بحثت في هذه المسألة. من الآداب آداب مع الله وآداب مع الناس.
أما أدبك أنت مع الله تبارك وتعالى فتذكر دائما قول الله تبارك وتعالى في مدح المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. تذكر هذا الأمر أن الله تبارك وتعالى لما مدح أهل العلم مدحهم بهذا أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لازم التقوى، لازم الخشية، لازم الذكر، دائما تكون هذه الأشياء ملازمة لك في السر والعلن. تواضع للحق إذا تبين لك، لا تعاند، لا تكابر، ولو كان الذي أتاك بالحق أصغر منك وأقل منك علما فقل جزاك الله خيرا واحمد الله تبارك وتعالى أنك عثرت على الحق بغض النظر عمن أوصله، فاقبل الحق ولو كان ممن هو دونك. أما مع الناس فاحتمال الأذى، الناس من طبعهم الأذى، والذي يخالط الناس يحصل الأذى ويحصل الخير أيضا، ولكن يأتيك من الأذى فتحمل. أنت لست كسائر الناس، أنت طالب علم، يجب أن تكون مختلفا، أن تتحمل الأذى. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا؟ كيف بالله عليكم كان يتعامل مع من يصيبه بالأذى؟ كيف كان يرفق بهم صلوات ربي وسلامه عليهم؟ كذلك من آداب طالب العلم مع الناس أن يبدأهم بالسلام. وكان شيخنا رحمه الله تبارك يقول البدء بالسلام أفضل من رده، مع أن البدء بالسلام سنة ورده واجب، يقول لكن البادئ بالسلام هو الذي يكون أفضل عند الله تبارك وتعالى، إنه هو الذي سن هذه السنة الطيبة المباركة. ابدأ الناس بالسلام. نعم قد يقول قال أنا إذا كنت جالسا وهو أقبل علي، طيب المفروض هو الذي يبدأ بالسلام. أنا أقول نعم صح، المفروض هو الذي يبدأ بالسلام. طيب ما بدأ بالسلام، ابدأ أنت بالسلام، تنازل، ابدأ بالسلام. أو أنتم جماعة وهو واحد لم يسلم، ابدأ أنت بالسلام. أو هو صغير وأنت كبير، ابدأ أنت بالسلام. فليحرص المسلم دائما أن يبدأ بالسلام. ولذا قال عمر رضي الله عنه إن مما يعني يقرب إليك قلب صاحبك أن تبدأه بالسلام، ابدأه بالسلام. فنحرص نحن طلبة العلم أن نبدأ الناس بالسلام. صحيح الآن أنا أسمع كثير من الناس يقول المطاوعة مثلا ما يسلمون، وهذا لا شك أنه كذب، وهذا رأيته بعيني، يعني هم أكثر الناس إبداء للسلام، بل الناس يشتكون منهم ما صار كساعة تسلمون، كساعة تسلمون علينا، دائما تسلمون، دائما تسلمون، بس كافي. بالعكس هم أكثر من يسلم، لكن نقول زيدوا بعد، ابدأوا بالسلام كل من تلقونه ما عدا من نهيتم عنه. لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، لأن السلام اسم الله، وهؤلاء لا يستحقونه، هؤلاء يسبون الله كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، يقول أهينوهم ولا تظلموهم فإنهم سبوا الله مسبة ما سبها إياه أحد من العالمين، لقد قالوا إن لله ولد. ذاك هؤلاء لا يبدأون بالسلام. أما المسلمين، نحن نتكلم عن المسلمين الآن، عن مجتمعاتنا المسلمة، سنحرص دائما أن يبدأ بالسلام. كذلك أن يخالط الناس، خالطوا الناس، ناصحوهم، ولكن بحيث أن لا تذهب المروءة، لا تذهب المروءة. ولذلك نخالط الناس لكن نتجنب أشياء، المجالس التي يكثر فيها الضحك، المجالس التي يكثر فيها ذكر الطعام والفرج والنساء وغير ذلك من الأمور نتجنبها. لا يليق بطالب العلم أن تكون هذه مجالسه، بل ينبغي على طالب العلم إذا حضر المجلس أن يؤثر فيهم لا أن يؤثروا فيه. فنخالط الناس ولكن بما لا يخرم مروءتنا، فضلا عما يكون فيه معصية
لربنا تبارك وتعالى. كذلك الكرم، الكرم بثلاثة أشياء، أعني طالب العلم، الكرم بالمال، الكرم بالجاه، الكرم بالعلم. أن تكون كريما في مالك، تبذل مالك في سبيل الله تبارك وتعالى. أن تكون كريما في جاهك، إذا احتاجوا لك في وساطة أو شفاعة أو ما شابه ذلك من الأمور مما لا يحرم فابذل جاهك. وأن تكون كريما في علمك، ابذل هذا العلم الذي رزقك الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى: إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات. شوف، إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات، يعتبرها مصيبة رحمه الله تبارك وتعالى. ويقال أيضا في البيت، بيت الشعر عن العلم: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. كما قلنا عن مكحول، جلس سنتين لم يسأل، ضاع هذا العلم. كل شيء إذا أنفقته ذهب إلا العلم، تنفقه يزيد يزيد. ولا شك أن المال الله تبارك يجعل فيه بركة ويزيده سبحانه وتعالى، ولكن العلم أمره واضح جدا، كلما بذلت العلم كلما ثبت هذا العلم عندك ورسخ. فيبذل الإنسان هذا العلم للناس. قضية مهمة أخرى في أخلاق طالب العلم مع الناس، واسمحوا لي فيها: لا تزاحموا الناس في دنياهم. الناس يحبونكم طالما أنكم لم تزاحموهم في دنياهم، فإن زاحمتموهم في دنياهم أبغضوكم وحملوا عليكم وشنعوا وغير ذلك من الأمور كثير. يقول الشافعي، نكثر من الشاعر، الشافعي حكيم رحمه الله تبارك وتعالى، يقول الشافعي: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها. يعطينا الشافعي يعني خلاصة نظرته إلى الدنيا، يقول: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلاة سرابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها. يحبونك إذا اجتنبت هذه الدنيا، لم تصارعهم على هذه الدنيا، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. ما يقبلون منك أبدا، ينازعونك، وإذا نازعوك والذين نازعوك كلاب، انظر كيف يصنعون بك، لا يرقبون فيك إلا ولا ذمة. فاجتنب هذه الدنيا، دع الدنيا لأهلها، كن أنت من أهل الآخرة. ولا أعني بهذا أبدا أن الإنسان يدع كل شيء، يدع كل شيء أبدا. الزهد كما قال أهل، الزهد في الدنيا لا بها، الزهد أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، فإن جاءت حياها الله، إن ذهبت حفظها الله. هكذا هكذا تكون علاقتنا مع الدنيا، لا نبكي فرحا إذا جاءت، ولا نبكي حزنا إذا ذهبت. قلبنا لله ليس للدنيا، تعاملنا مع الدنيا باليد، نقبضها باليد ونخرجها من اليد، لا تصل إلى القلب أبدا، لا تصل إلى القلب أبدا. يقول الشافعي: غني بلا مال عن الناس كلهم، إن الغنى عن الشيء لا به. الغني هو الغني عن الشيء، ليس الغني بالشيء. سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان من الزهاد، إذا ذكر الزهاد فسفيان بينهم علم رحمه الله تبارك وتعالى، ومع هذا كان تاجرا، كان تاجرا، ولكنه من أزهد الناس، حتى قال له قال: يا أبا عبد الله،
أنت أنت يعني في الزهد والدين وعندك هذه الأموال؟ قال حتى لا يتمندل بنا الملوك، حتى لا يتمندل بنا الملوك، يجعلنا مناديل إن احتاجوها مسحوا بها ثم رموها، حتى لا يتمندل بينك. لا مانع لطالب العلم يكون عنده مال، ليس بعيب، ولكن لا يدخل المال هذا إلى القلب. المال يكون في اليد لا في القلب. وقال بعض أهل العلم الزهد أن تزهد في الحرام، أن تبتعد عن الحرام، هذا هو الزهد المطلوب. ولا تلازم أبدا بين الزهد والفقر، ليس بالضرورة أن يكون الزاهد فقيرا، ليس بالضرورة أبدا، بل قد يكون الزاهد غنيا كما ذكرنا عن سفيان الثوري وغيره من أهل العلم. على كل حال الزهد أن لا تدخل الدنيا إلى قلوبنا. كذلك من آداب طالب العلم التثبت في الأخبار، ثبت في الأخبار. وذا قيل وهل آفة الأخبار إلا رواتها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني لو حدثت بكل ما سمعت فقد كذبت كذبا كثيرا. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لست ملزما أن كل ما تسمعه تلقيه، ليس بالضرورة، بل ليس من الخلق أن تحدث بكل ما سمعت، بل هذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دع عنك الشائعات سماعا ثم نقلا، لا تستمع فإن كان وقع هذا وسمعته فلا تنشر هذه الشائعات. من الآداب أن تحصل العلم على شيخ ذي عقيدة سلفية صحيحة، احرص احرص على الشيخ صاحب الخلق صاحب الدين صاحب العقيدة السليمة، هؤلاء احرص عليهم حتى تحصل العلم من قبلهم. وفائدة الدراسة على الشيخ قد ذكرها أهل العلم فوائد كثيرة، منها قالوا أن الشيخ أقرب إلى الصواب، عندما تأخذ العلم عنه أقرب إلى الصواب منك إذا قرأت من الكتاب. ومن مشهور ما قيل من كان شيخه كتابه كثر غلطه وقل صوابه، فإذا دراستك على الشيخ أقرب إلى الصواب من دراستك بنفسك. كذلك أثبت لرسوخ العلم عندما تحصله من الشيخ، كذلك يقصر عليك المدة، لأنك إذا أردت أن تبحث في المسألة ستقرأ فيها في بطون الكتب، هو الذي قرأ ويكفيك المؤونة ويعطيك الزبد فيقصر عليك المدة. كذلك تستفيد من طريقته في الاستدلال وطرح المسائل والرد على المخالف وغير ذلك منه، تستفيد هذا كله من الشيخ، تستفيد هديه وسمته وخلقه. عبد الرحمن بن عبد الله بن وهب رحمه الله تبارك وتعالى يقول استفدنا من مالك الأدب أكثر مما استفدنا منه العلم، وهو استفاد من مالك كثيرا من العلم رحمه الله تبارك وتعالى. يقول الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وهو الذي ورد فيه الحديث يعني أن تشد الرحال إلى عالم المدينة، مالك رحمه الله تبارك وتعالى أعلم أهل زمانه على الإطلاق. ومع هذا يقول عبد الله بن وهب استفدنا منه الأدب قبل أن نستفيد منه العلم، وكان قد لازمه 40 سنة عبد الله بن وهب. يقول بعض أهل العلم يقول أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد
وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. هذه الأشياء إذا تنبه لها الطالب حصل العلم كثير. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان، إذا اجتمعت هذه الأمور فإن الإنسان يحصل من العلم ما ينفعه الله تبارك وتعالى به. لا تقرأ إلا ومعك قلم، دائما احرص أن يكون القلم معك دائما، لا تقرأ إلا ومعك قلم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تدعها في البرية طالقة، ما في فايدة. تصيد الغزالة ثم تدعها ثم تهرب، ثم تتعب وتصيد غزالة ثانية ثم تدعها ثم تهرب. هكذا العلم عندما تحصل الفوائد ولا تكتبها تنسى هذه الفوائد بعد ذلك، ثم تبدأ تفكر أين حصلت هذه الفائدة، ثم تحتاج لقراءة كتاب من جديد حتى تستخدم. اكتبها اكتبها، ولتكن الكتاب على حالين: إما أن تكتب في الكتاب نفسه، تكون في مقدمته أو مؤخرته، تكون غالبا صفحات بيضاء، تجعلها للفوائد، وحبذا لو قسمت هذه الفوائد: فوائد في العقيدة، فوائد في المصطلح، فوائد في التراجم، فوائد في الأخلاق، فوائد في الأصول، فوائد في الفقه، وهكذا. والفقه تقسمه إلى أبواب، تقسم، أو تجعل لك كراسة خاصة، كلما حصلت فوائد من كتاب رحت إلى هذه الكراسة وسجلت فيها هذه الفوائد. فاحرص دائما أن لا تقرأ إلا وأن يكون القلم رفيقك ومعك. الأدب مع الشيخ والزملاء، أن يتأدب الإنسان مع شيخه وأن يتأدب أيضا مع زملائه. من الأدب مع الشيخ الدعاء له، تدعو له، رجل له فضل عليك ادعو له. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ستة أدعو لهم في السحر، منهم الشافعي، له فضل عليه في العلم، يقول: ستة لا أدعو لهم الدعاء في السحر، دائما أدعو لهم في السحر، منهم الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. كذلك الاعتراف بفضله وشكره على إحسانه. لما جاء زيد بن ثابت على بغلته، قام إليه ابن عباس وأمسك له الركاب، وابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، له من الشرف والمكان والقدر الشيء العظيم، يمسك الركاب مكان وضع القدم لزيد بن ثابت. فقال له زيد بن ثابت: ارفع يدك يا ابن عم رسول الله، لا يليق بك ذلك، أنت ابن عم الرسول، كيف تمسك الركاب لي؟ قال: ارفع يدك يا ابن عم رسول الله، فإنه لا يليق بك ذلك. فما كان من ابن عباس إلا أن قال بكل أدب: هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فهذا من الشكر لهذا العالم وهو زيد بن ثابت رحمه الله تبارك وتعالى. من الأدب مع الشيخ أن الإنسان لا يمد قدميه أمامه، ولا يرفع صوته، ولا يضحك في مجلسه، ولا يناديه بصوت. يقول عبد الرحمن، يقول أحد الطلبة، يقول: كنا في مجلس عبد الرحمن بن مهدي كأن على رؤوسنا الطير، لا أحد يضحك ولا يرفع صوته أبدا، كأن على رؤوسهم الطير في مجلس عبد الرحمن بن مهدي. فالإنسان في درس الشيخ يتأدب في الكلام، في النظر، في الرد، وغير ذلك من الأمور. انظروا إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الذي كان يفتخر به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هذا خالي فليرن امرؤ خاله. كان جالسا مع، مر على عثمان بن عفان فسلم عليه، فعثمان لم يرد عليه السلام، كان سرحان،
يفكر في أشياء. فانطلق سعد إلى عمر بن الخطاب، ذلك خلافة عمر، فانطلق إلى عمر يشتكي عثمان، سلمت عليه ولم يرد علي السلام. فنده عمر، نادى عثمان، قال إن أخاك يقول إنه سلم عليك فما رددت عليه السلام. فقال عثمان ما حصل؟ فقال سعد بلى. قال أبدا، الآن رأيتك فقط، متى مريت عليه؟ متى سلمت عليه؟ لأنه كان سرحان، ما كان يعني مثل الحين أنا أطالعك فيه وبس أفكر تسلم علي والله ماني حولك. هو ما كان حوله يعني، كان يفكر أشياء أخرى. فقال بلى سلمت عليك. قال عثمان لا أذكر. قال بلى لما كنت، فتذكر عثمان قال لا صح صح ذكرت، كأني رأيتك فعلا، والله شغلني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما هو؟ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فذكر لنا دعوة دعا بها نبي فاستجاب الله له، وقال إنها دعوة لا ترد. وقبل أن يحدثنا النبي بهذه الدعوة جاء أعرابي فاشتغل معه به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبرنا بتلك الدعوة. فكنت أفكر ترى ما هذه الدعوة؟ فقال سعد عندي منها علم. قال كيف؟ قال كنت معكم، فلما انصرف الأعرابي وانصرف النبي إلى بيتي تبعته، فلما خشيت أن يدخل البيت ولم أصل إليه صرت أضرب بقدمي الأرض، ما يستطيع حتى أن ينادي النبي صلى الله عليه وسلم أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نحن واحد يمشي ورا الشيخ، يا شيخ يا شيخ، لحظة لحظة، أبدا. وإنما أسرع أسرع أسرع، فخشي أن لا يصل، صار يضرب برجله الأرض يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بطريقة مهذبة. فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم، التفت فإذا سعد، قال أبو إسحاق؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما لك؟ قال يا رسول الله حديث حدثتنا فجاءك الأعرابي فشغلك فلم تخبرنا عن هذه الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إنها دعوة أخي ذي النون لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والشاهد من هذه القصة كيف أن سعدا لم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ضرب برجله الأرض حتى يسمعه النبي، فإن سمعه فبها ونعم، وإن لم يسمعه راحت عليه خلاص. وهذا من الأدب، فعلى طالب العلم أن يتأدب مع شيخه. المسألة الأخيرة وهي الأدب مع الزملاء، زملاء الطلب هؤلاء أن يتأدب معهم. قال يونس الصدفي ما رأيت أعقل من الشافعي رحمه الله تعالى، يقول ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، فأخذ بيدي ثم قال ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في المسألة؟ ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في المسألة؟ شوف شوف أخلاق الشافعي، أنا رأيت قريبا من ذلك. كنت في مسجد فكنت أقرأ القرآن، وعلى يساري رجلان يتحدثان في مسألة، يرفعان الصوت أحيانا فيدخل علي الصوت وأنا أقرأ القرآن فألتقط بعض ما يذكران. فكان يتحدثان في مسألة من ثلاث أنسيتها الآن، لا العهد قديم، إما يتحدثان في قضية بعد الركوع هل توضع اليد على الصدر أو تسدل، أو في قضية أثناء السجود هل ننزل على اليدين أو على الركبتين، أو في التشهد هل نشير بالأصبع فقط أو نشير ونحرك، إحدى هذه المسائل الثلاث أنا لا أذكر الآن. فكان يتناقشان في هذه المسألة من هذه المسائل الثلاث، فوجئت ارتفع الصوت فقال أحدهم للآخر إني أبغضك في الله فإنك لا تريد الحق، لأنه ما اقتنع بكلامه، فقال إني أبغضك في الله فأنت لا تريد الحق. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هذا؟
هل يمكن يكون هذا؟ هذه أخلاق العلماء. انظروا إلى الشافعي رحمه الله تعالى يمسك بيده ويقول ألا يستقيم أن نكون إخوان وإن لم نتفق في المسألة؟ هل ترون أن أهل العلم من الصحابة ممن جاء بعدهم كانوا يتفقون في كل المسائل؟ أبدا، كانوا يختلفون لكن كانوا إخوانا. فعلى طالب العلم أن يتقي الله مع بإخوانه حقيقة. فإذا اختلفت معه في مسألة فالزم الأدب مع أخيك ولا تشنع عليه، وقدم له العذر كما تحب أن يقدم لك العذر، وأن يكون هناك أدب في الخلاف، أدب في الإنكار، عدم التشنيع. الآن يتحدث عنه في المجاز فلان لا يريد الحق، فلان معاند، فلان مكابر، فلان 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 فلان، على ماذا؟ لم يوافقني في مسألة وقد يكون الحق معه أحيانا، على ما هذا كله؟ فإن طالب العلم ينبغي له أن يكون مع زملائه ذا خلق، حتى في إنكاره عليه في مسائل الاجتهاد أن يناقش ولا ينكر. يقول أهل العلم يعني مسائل الاجتهاد تناقش بين العلماء، تناقش بين طلبة العلم، لا على سبيل الإنكار ولكن على سبيل النقاش العلمي المهذب المؤصل المؤدب. أما هيشات الأسواق هذه لا تليق بطلبة العلم أبدا. لا ينبغي لطالب العلم أن يكون كذلك مع إخوانه. هذه حقيقة بعض الأمور التي يعني حرصت أن أجمعها في آداب الطلب وآداب طلبة العلم. صلى الله تبارك وتعالى جعلنا وإياكم منهم وممن سار في ركابهم وأحبهم وأحبوه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.